15/5/2012. نحن الآن تقريبا عن تقاطع القاهرة، شارع القاهرة. هذا أخي خالد، شارع القاهرة اللي بيفصلك بين الخالدية والبياضة. هلا الشبيحة مثل ما أنا شايف، هلا مثل ما راح أرجيك شبيحة عمالة تحرق المنازل وعم تحرق البيوت بشارع البياضة وشارع الزهرة. هلا تفضل تفضل تفرج معي، بس خليك بعيد شوي لأنه في المخاط زي ما بشوفوك مش هلا مثل ما أنا شايف. هلا هن بشارع القاهرة هلا هون بالبنايات المقابلنا متمركزين، عمال يحرقوا البيوت وعم يحرقوا هلا مثل ما شايفين مشعلين سيارة، هلا مشعلين سيارة بالشارع الثاني، مشعلين البيوت. هلا باخذك بارجيك مشعلين كيف. الله ونعم الوكيل. طب وين المراقبين؟ وين المراقبين؟ المراقبين هلا اخي تحت بالنزهة عمالة الدراج. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله اكبر عليكم. حسبنا الله ونعم الوكيل. هلا مثل ما انك شايف، هلا باخذك على الشارع الثاني كمان يتفرج البيوت كيف كلياتها كمان شاعلي، عمال يفوتوا ياخذوا يشوا كل شيء من البيوت ويشعلوا السيارات ويحملوا حالهم ويمشوا. شعلوا السيارات بيوت شو من اجى بوجهون ما بينشال معهم، بيشعلوهم وبيحملوا حالهم ويمشوا. يعطيك العافيه. الله يعافيك اخي.